زوج يبلغ عن اختفاء زوجته، لكن تصريحاته تثير شكوك الشرطة. في عام 2019 اختفت امرأة صينية تدعى ماكين شي شي في مدينة كولومبيا الأمريكية، وسرعان ما أصبحت قضيتها لغزا استحوذ على انتباه الرأي العام في كل من الولايات المتحدة والصين. هذه القضية كانت تخفي وراءها الكثير من الغموض. كيف؟ تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذه القضية الغامضة. ولدت ماكين شي شي في 18 من أبريل عام 1991 بمدينة شيان الصينية. في تلك الفترة كانت الصين تنتهج سياسة إنجاب طفل واحد، لكن ذلك لم يشكل عائقا لوالديها اللذان قام بإعطائها كل الحب والحنان. في عام 2012 انتقلت ماكين شي شي من الصين كجزء من برنامج تبادل الطلاب، وذلك من أجل الدراسة في جامعة ميسوري المتواجدة بمدينة كولومبيا الأمريكية، حيث حصلت على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية في ديسمبر كانون الأول من عام 2014. في عام 2015 كانت تعمل كمشرفة لدى شركة تدعى نانوفا المتخصصة في صناعة منتجات طب الأسنان، وهناك التقت بجوزيف إيلاج زوجها المستقبلي، حيث عقد قرانهما في عام 2017 وأنجب معا طفلة تدعى أنا. تركت شي عملها من أجل تربية ابنتهما بينما وصل زوجها دراسته في الجامعة. كل شيء كان على ما يرام بين الزوجين، إلا أن الأحداث القادمة كشفت أن هذه العائلة الصغيرة ليس كما توقع الكثيرون. في العاشر من أكتوبر عام 2019 أبلغ جوزيف عن اختفاء زوجته بعد ظهر ذلك اليوم، حيث أخبر الشرطة أنه رآها آخر مرة في الثامن من أكتوبر عندما ذهبت إلى الفراش في حوالي 11:30 مساء، ليستيقظ في صباح اليوم التالي ويتفاجأ بعدم وجود أي أثر لها في المنزل. كانت شي في 28 من عمرها آنذاك، بينما كانت جوزيف في 23. وصلت الشرطة إلى منزل الزوجين، حيث تم استجواب جوزيف لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء له صلة باختفاء شي. ذكر جوزيف خلال حديثه مع الشرطة أنه قبل اختفاء زوجته حدث نقاش بسيط بينهما، مضيفا أنه أثناء استيقاظه في صباح اليوم التالي وجد شي غادرت المنزل دون هاتفها وخاتم الزواج. حاولت الشرطة معرفة موضوع النقاش الذي دار بين الزوجين، إلا أن جوزيف صرح بأنه كان نقاشا عاديا كسائر النقاشات التي تحدث بين الأزواج. فتحت الشرطة تحقيقا واسعا في تلك الأثناء من أجل معرفة مكان ماكين شي شي، حيث قامت بالبحث في عدة أماكن بجوار الحي الذي كان يعيش فيه الزوجان. قامت الشرطة أيضا بالبحث في بعض الأماكن التي كانت ماكين شي تعتاد الذهاب إليها. ذكرت جوزيف أن ماكين شي شي كانت تتصل بوالديها يوميا، لكن عندما تم إخبارهما بأمر اختفائها قاموا بحجز أول رحلة متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان المجتمع الصيني في مدينة كولومبيا يساهم في عمليات البحث عن المرأة المختفية، حيث استمر ذلك لمدة 4 أشهر دون جدوى. حظيت قضية اختفاء ماكين شي شي بتغطية واسعة من قبل الإعلام. كان الصحفيون يقيمون مقابلة مع جوزيف من أجل نشر الخبر على أوسع نطاق. عند سماعهم للمقابلات ظهر للشرطة شيء مريب في تصريحات جوزيف للإعلام. في إحدى المقابلات كان جوزيف يتحدث عن زوجته بصيغة الماضي كما لو أنها فارقت الحياة. هذا الأمر أثار الشكوك حول أقوال جوزيف السابقة، وما زاد من ارتياب الشرطة هو عثورهم على صور ومقاطع فيديو في هاتف ماكين شي تظهر كدمات على ابنة الزوجين، وهو الأمر الذي أثار الغموض حول ما إذا كان جوزيف يخفي شيئا مريبا لم يقم بالإفصاح عنه. ألقت الشرطة القبض على جوزيف بتهمة إساءة ومعاملة الأطفال في 25 من أكتوبر عام 2019، ليصبح بذلك المتهم الرئيسي في اختفاء ماكين شي شي.
زيادة على ذلك، صرح والدي ماكنشي أنه أثناء ولادة حفيدتهما قام بزيارة الزوجين، وهو الشيء الذي أثار حفيظة جوزيف. في إحدى المقابلات مع الزوج، انتبه المحققون أن العلاقة بين الزوجين لم تكن على ما يرام، حيث صرح الأخير محاولته للاقتراب من زوجته وإعطائها بعضا من الحب والحنان، إلا أن الأخيرة لم تعرب أي اهتمام. أضاف جوزيف أن ماكنشي كانت على علاقة جنسية غزلية عبر الأنترنت مع رجل آخر يتواجد في الصين، حيث اكتشف الزوج بعضا من الرسائل الإباحية بينهما. كل هذه الأحداث كشفت أن الزوجين كان في حرب نفسية وصراعات داخلية، حيث قالت الشرطة أنه أثناء فحصها لهاتف الزوجين عثروا على تسجيلات صوتية تتضمن حوارات وتهديدات من طرف جوزيف. كانت ماكنشي تحاول حل مشاكل تتعلق بالفيزا، وأن جوزيف قام بتهديدها مرارا وتكرارا أنه سيقوم بترحيلها ولن يسمح لها بأخذ ابنتهما آنا. مع استمرار البحث وكل المستجدات التي ظهرت حول القضية، تم اتهام جوزيف بالاعتداء الجسدي من الدرجة الأولى على طفلته، وذلك في نوفمبر من عام 2019. لكن في 26 من نفس الشهر حكمت المحكمة عليه بالبراءة، مبررة قرارها على عدم وجود أدلة كافية لإدانته، حيث أخبر جوزيف المحكمة بأن العلامات الموجودة على طفلته لم تكن علامات على الضرب أو العنف. مع دخول العام الجديد، كثفت الشرطة من مجهوداتها للعثور بأسرع وقت ممكن على المرأة المفقودة. لم تقم الشرطة بترك أي مكان في المدينة. تم البحث خصوصا في منطقة تقع بالقرب من نهر اللايمين القابع في ولاية ميسوري، من دون أي بصيص من الأمل. لم تستطع الشرطة العثور على المرأة المفقودة. في 19 من فبراير شباط عام 2020، ومع استمرار البحث في مناطق أخرى، تم إصدار الحكم على جوزيف بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وذلك إثر ظهور تسجيلات صوتية أخرى تظهر جوزيف وهو يهددها بدفنها في الأرض. في يوم اعتقاله شرعت الشرطة في تفتيش منزل الزوجين، وتمكنوا من العثور على مذكرة كانت تخص جوزيف وحزمة مغطاة بالطين. كانت المذكرة تحتوي على كيفية الرد على الأسئلة في مقابلة الشرطة والمقابلات الإعلامية. وبعد أن فقد الجميع الأمل بمن فيهم والديها، عثر أحد الأشخاص في منتزه كان قد اقترحه جوزيف على الشرطة في السابق على بقايا هياكل عظمية، والتي تبين لاحقا أنها ليشي. تم العثور أيضا على رخصة سياقتها وبطاقتها البنكية، إلى جانب الملابس والأشياء الأخرى التي تخصها في نفس المكان. بعد العثور على الجثة والتأكد من أنها ليشي، تمت محاكمة زوجها، حيث اعترف بأنه في مساء الثامن من أكتوبر عام 2019 كان الزوجان يتشاجران بخصوص الرسائل الجنسية المتبادلة بين شي ورجل آخر في الصين. أضاف جوزيف أنهم أثناء الشجار دفعوا بعضهم البعض، وسقطت شي وضربت رأسها. استلقت شي على الأريكة في ذلك المساء بينما خرج جوزيف من البيت ليتمشى. عند عودته إلى المنزل وجد زوجته على السرير وذهب للنوم، لكن في حوالي الساعة الخامسة في صباح اليوم التالي استيقظ جوزيف على صوت ابنته آنا وهي تبكي، وذهب ليطمئن عليها. حسب ما قاله جوزيف أثناء المحاكمة، عندما عاد إلى غرفة النوم حاول إيقاظ شي، لكن ما اكتشفه لم يتوقعه أبدا. كانت شي لا تستجيب، وقام بفحصها بحثا عن نبض، لكن بشرتها كانت باردة. أضاف جوزيف أنه لم يستوعب ما كان يحدث أمامه، مصرحا أن عقله كان يعمل بسرعة هائلة. في تلك الأثناء كانت جوزيف يظن أنه لو طلب المساعدة سيقوم الناس بلومه، حيث وصف ذلك القرار بأغبى قرار اتخذه في حياته. قال إنه وضع جثة زوجته في صندوق سيارتها وقاد للتفكير، حيث كان خائفا وقلقا لدرجة أنه لم يستطع التفكير لساعات. قاد جوزيف السيارة إلى عدة أماكن من ضواحي المدينة،
لكنه لم يعرف أين سيقوم بدفن شيل، لذلك عاد إلى المنزل. في صباح اليوم التالي توجه جوزيف إلى منتزه يبعد 5 أميال عن مكان إقامته، وهناك قام بدفن أم ابنته الوحيدة شي. أضاف جوزيف أن المكان الذي دفن فيه زوجته كان نفس المكان الذي قام بطلب الزواج منها. مشاهدين الكرام، شاركونا بآرائكم في التعليقات حول هذه القضية الغريبة. إلى هنا نلقاكم في حلقة أخرى على قناتكم دهاليز.